شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل أن نبدأ بالحديث نقدم مقدمة، وهي أن الشيء الذي يبدو أن الله تعالى خلق في كل واحد منا حالتين: الحالة الأولى أننا ننشد إلى الكمال. الكمال يعني العلم. إذا قيل لنا إن فلانا بحر من العلم، ننشد إلى هذا العالم. الكمال يعني الأخلاق. إذا قيل لنا إن فلانا على خلق عظيم، ننشد إليه. الكمال يعني صلاة الليل. إذا قيل لنا إن المحدث القمي مؤلف مفاتيح الجنان، لم يكن يترك نافلة الليل في حياته، ننبهر بهذا النموذج. حتى إذا واحد فاقد للكمال ولكنه ينشد بفطرته ووجدانه إلى الواجد للكمال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أننا ننشد الكمال. ننشد يعني نطلب، نحاول. إذا واحد فاقد للكمال يتألم من هذا الوضع، يؤلمه هذا الوضع، يحب، يحلم أنه في يوم من الأيام يكون كاملا. وهذه الحقيقة عبر عنها الشاعر
في شعره المعروف الذي يقول فيه: أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يمنحني صلاحا. بعد هذه المقدمة نطرح سؤالين. السؤال الأول: التغيير نحو الكمال، كل واحد منا لعله يشعر أن له نواقص في حياته، التغيير نحو الكمال هل هو أمر ممكن أو لا؟ السؤال الثاني: إذا كان التغيير نحو الكمال أمرا ممكنا، فما هي مقومات التغيير؟ أما حول السؤال الأول: هل عملية التغيير عملية ممكنة؟ يمكن يوم من الأيام يأتي نكون نحن من أولياء الله الصالحين؟ يمكن يوم من الأيام يأتي ونكون نحن مثل الشيخ عباس القمي مؤلف مفاتيح الجنان؟ يمكن يوم من الأيام نأتي نحن نكون مثل بحر العلوم الذي كان يتشرف بلقاء الإمام الحجة المهدي المنتظر، أو لا يمكن ذلك؟ ماكو أمل في ذلك. العلماء يقولون: أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج، التحقق في الخارج يعني في الواقع العملي، هذا أدل دليل على الإمكان. الكثير من الأفراد كانوا يعانون مشاكل، نواقص أخلاقية، مشكلات دينية، بل ربما كانوا في أقصى نقطة من نقاط الضلال والانحراف، ولكن فجأة الله أعطى لكل واحد منا هذه القدرة، القدرة على التحول 180 درجة. واحد إذا كان في أدون الدركات، الله تعالى أعطى هذه القدرة أن يتحول إلى أعلى الدرجات، من أسفل الدركات إلى أعلى الدرجات. ممكن. والنماذج في التاريخ كثيرة جدا، مو واحد واثنين وعشرة ومية، النماذج في التاريخ كثيرة، وإحدى هذه النماذج المعروفة ذلك الملك إبراهيم ابن أدهم، هذا الذي كان غارقا في الدنيا، ملك التخلي عن الدنيا قضية مشكلة جدا، ولكن هذا الرجل إبراهيم ابن أدهم على أثر قضية واحدة، وإذا به يترك هذا الملك العريض ويلبس مسوح بالية ويذهب إلى الصحراء ويتعبد الله سبحانه وتعالى. إذا رحت إن شاء الله انفتح الطريق وهدأت الأوضاع وذهبتم إلى كربلاء وإلى العتبات المقدسة في العراق، إذا رحت إلى مكان فكروا في هذه القضية، حقيقة قضية مبهرة وإن كانت معروفة، رجل
قائد من قادة جيش الضلال الذي خرج لمحاربة إمام زمانه وجعجع بأهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله. ومن الناحية الظاهرية هو المسؤول عن قتل أهل البيت في كربلاء. من اللي ضيق عليهم؟ الحر. وإذا بهذا الرجل في لحظة واحدة يتحول إلى ولي من أولياء الله، وأنا وأنت نروح عند قبره ونقول له بأبي أنت وأمي. هذا عدو الله يتحول إلى ولي من أولياء الله، اللي العلماء الكبار العظماء يرحون يقولون له بأبي أنت وأمي. أنا عندما وفقت وذهبت إلى قبره كنت أفكر في هذه النقطة، أنه الملايين على مر التاريخ يجون إلى هذا المرقد، مرقد الحور، يدعون الله عنده، يجعلونه شفيعا عند الله في قضاء حوائجهم. هذه كرامة أعطاها الله تعالى للحر في هذه الدنيا، فماذا ادخر الله تعالى له في الآخرة؟ لازم نروح هناك نشوف الكرامة التي أعطاها الله للحر. الله سبحانه وتعالى معدن الكرم والرحمة والرأفة. فإذن الجواب على السؤال الأول، هل عملية التغيير عملية ممكنة؟ الجواب نعم. القضايا التاريخية بالمئات أو بالألوف تؤكد هذه الحقيقة. السؤال الثاني باختصار، ما هي مقومات عملية التغيير؟ إذا أردنا أن نكون أولياء لله تعالى، أنتم الآن جئتم قطعتم أميال مسافات طويلة، جئتم ملتجئين إلى كريمة أهل البيت صلوات الله عليها، وسوف تذهبون قاعدة إلى الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليه، لاجئين بهم مستجيرين بهم، وحاشاهم أن يخيبوا لاجئا أو مستجيرا. يجب أن نطلب منهم، نطلب أن نتحول، أن نكون أولياء لله سبحانه وتعالى. هنالك ثلاثة مقومات، مقوم قبل العمل، ومقوم حين العمل، ومقوم بعد العمل. المقوم الذي هو قبل العمل المشارطة، كما أشار العام حفظه الله، المشارطة يعني التصميم. الآن أنتوا هنا تصممون على ألا تغضبوا، لأن الغضب يخرج الفرد عن الجاد. الشباب يصممون ألا ينظروا إلى امرأة أجنبية أبدا، تصميم. هذه المرحلة الأولى، المشارطة. المرحلة الثانية ترتبط بوقت العمل، المراقبة. واحد عندما يريد أن يقوم بعمل يجب أن يعرف أنه هذا العمل مرضي لله أو مو مرضي. على قول الجد رحمه الله كان يقول يجب أن يفكر عند جواب بالقبر أو ما عند جواب بالقبر. هذه المرحلة الثانية.
المرحلة الثالثة المحاسبة والمعاتبة. واحد كل يوم قبل ما ينام يفكر، أنا من الصباح إلى الآن، من فتحت عيني إلى الآن دا أغمض عيني، ماذا فعلت؟ هل أطعت الله فيحمد الله؟ هل عصيت الله فيستغفر الله ويصمم على ألا يعود؟ هذه الثلاثة المشارطة قبل العمل، والمراقبة حين العمل، والمحاسبة والمعاتبة بعد العمل، إن شاء الله كفيلة بأن تغير حالنا إلى ما يرضاه الله ويرضاه الأئمة الأطهار. إحدى الأشياء التي أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني إذا مستمرين في ذلك، فهذا توفيق، أطلب من الله أن يديم لكم هذا التوفيق. وإذا واحد ما عنده هذا التوفيق، الآن يصمم على ذلك. هذا الشيء الذي ذكر العلماء أن من أراد الدنيا فعليه به، إذا تريدون مال هذا طريق، ومن أراد الآخرة فعليه به، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه به. هذا الشيء هو صلاة الليل، جدا مهمة. أنقل لكم هذه القضية وأختم الموضوع. كان عندنا أحد العلماء في العراق في النجف يقال له الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يمكن قبل 200 عام. في ليلة من الليالي الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقوم من النوم سحراً. الفقهاء يقولون السحر يعني الثلث الأخير من الليل. الليل قسموا إلى ثلاثة أقسام، الثلث الأخير يقال له السحر. يستيقظ من منامه، عند ابن، يذهب إلى ابنه ويقول له: يا بني قم حتى نذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونؤدي نافلة الليل هناك. ابن شاب، الشباب على قول المحقق الحلي في الشرائع تمنعه رطوبة في رأسه، هذا النوم الحلو المخدع الوثير كيف يقوم؟ هذا ابن الشاب يتعذر، يقول أنه أنا إن شاء الله بعدين أجي. كاشف الغطاء يقول للابن: أنا أوقف هنا إلى أن تجي وياي. فيقوم الولد مضطرا بلا رغبة ويتوضأ ويخرجان من البيت ويتوجهان إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والغافلون نيام. في الطريق كاشف الغطاء على أبواب صحن الإمام يشوف فقير يمد يده. كاشف الغطاء يقول للابن: هذا الرجل جالس هنا لماذا؟ الابن يقول له: جالس يستجدي الناس. قدي. كاشف الغطاء يقول للابن: تظن أنه هذا كم يحصل من المال؟ إيش قد؟ يقول: مثلا يمكن يحصل درهم في ذاك الوقت. فيقول كاشف الغطاء لولده الشاب: يا بني شوف هذا الفقير ترك نومه الذي وعاف مضجعه وجاء إلى هنا ومد يد المذلة للناس لعله يحصل على درهم.
أو لا يحصل على درهم، والله سبحانه قال لك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية في صلاة الليل كما في الأحاديث. صلاة الليل تؤدونها في الظلام مجهولة، جزاؤها أيضا مجهول لا نعلمه، جزاء عظيم من عظمه لا نعلمه. هذا الفقير يترك نومه لأجل درهم، وأنت لا تترك نومك لهذا الثواب العظيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الكلمات من هذا الشيخ اليقظ تؤثر في قلب هذا الشاب، وإذا بهذا الشاب يتحول. وذكروا في أحواله، في أحوال هذا الشاب، أنه على أثر هذه الكلمات لم يترك صلاة الليل بعد ذلك في عمره أبدا. تغير. نحن إن شاء الله إحدى الأشياء التي يجب ينبغي أن نطلبها من كريمة أهل البيت ومن الإمام الرضا صلوات الله عليه، إذا موفقين لذلك، أن يديم الله لنا هذا التوفيق. وإذا بعض الشباب مو موفقين لذلك يطلبون هذا التوفيق، فإن فيه سعادة الدنيا والآخرة. أهل البيت أهل الكرم والرحمة، كرمهم شعبة من كرم الله، رحمتهم شعبة من رحمة الله. ينبغي أن نطلب منهم كل خير، الخيرات الدنيوية والأخروية، الشخصية والاجتماعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيبونا وألا يخيبوكم، وإن شاء الله ترجعون إلى بلادكم بأيد مليئة وبحاجات مقضية وبسعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي.